سيدي خادم الحرمين الشريفين، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، أدام الله عزكم، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، على أرض السلام ومرابع الكرام، السلام عليكم من رب الأنام. 25 دولة يشارك نخبة من أبناء قواتها المسلحة إخوانهم وزملائهم في مملكة الخير فنون التخطيط ومراحل التدريب وأساليب التقييم برًا وبحرًا وجوًا. تقوم طائرات الاستطلاع الجوي والطائرات الدفاعية جو جو بأعمالها من حيث التأكد من عدم وجود أي تهديد جوي محتمل قد يؤثر على سير المناورات الجوية في منطقة العمليات. وها هي طائراتنا المقاتلة تصيب الأهداف، وها هي تتقدم من على يسار المنصة وحدات من قطاع حرس الحدود لتنفيذ مهمتها وتقديم الدعم للمراكز والنقاط المنتشرة على طول الساحل. وتستمر رمايات المدفعية وتتمكن بفضل الله تعالى ثم بكفاءة منسوبيها من تشتيت تقدم قوات العدو التي تحاول التسلل إلى الشاطئ ومنعها. وها هو العدو الذي لم يتمكن بقواته الكبيرة المهاجمة من الوصول إلى الشاطئ الأيسر، ولم تتمكن أي من قواته على الشاطئ، يقوم بالالتفاف على الشاطئ الأيمن محاولاً التسلل إلى الساحل. وتستمر رمايات المدفعية لصد العدو وإسكاته، وتقوم القوات البحرية المختلطة من قوات درع الخليج المشترك عن يمين المنصة بمطاردة زوارق العدو المتسللة وتفجير عدد منها والتعامل معها، وتقوم بعمل طوق بحري بمساندة حوامات حرس الحدود، وذلك لتطويق عناصر العدو. ويتزامن ذلك مع أرتال القوات البرية المختلطة من يمين ويسار المنصة، حيث تقوم بالطوق الداخلي الذي يسهل عمليات الاقتحام على الأراضي من خلال أبطال القوات الخاصة. وتواصل القوات البحرية في إحكام الطوق الخارجي والداخلي على قوات العدو وحجبها عن أي قوات مساندة لها. وتنفذ القوات البرية الطوق الخارجي والذي يمنع هروب عناصر العدو ومنع أي دعم خارجي لهذه العناصر. يقوم القناصون من على الطائرات بتأمين دخول طائرات السوبر بوما وتأمين عملية الإنزال بالحبال والاقتحام الجوي المساند للاقتحام الأرضي. خادم الحرمين الشريفين، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، أيها الحضور الكريم، ها قد رسمت القوات المشتركة لكافة الدول المشاركة في تمرين درع الخليج المشترك واحد من الدول الشقيقة والصديقة لوحة معبرة عن قدراتهم الفائقة في صد العدوان وحفظ الحدود واستتباب الأمن. أيها الحضور الكريم، أتقدم الآن قائد طابور العرض العسكري للاستئذان من مقامكم الكريم في بدء العرض العسكري. ستظل رايتك الوحيدة في السماء، ما طأطأت في مأتم أو في عناء، ستظل يا وطني كرايتك التي لا تنحني في شدة أو في رخاء. تتقدم هذه التشكيلات القوات البرية الملكية السعودية، وهم يخطون خطوات واثقة نحو التقدم والتطور والنماء، وهم يرفعون أيادي الجد والمثابرة، يمدونها عهداً عليهم وولاءً منهم ألا يتخاذلوا عن شيء من مسؤولياتهم. تختتم فعاليات تمرين درع الخليج المشترك واحد، آملين من الله عز وجل أن يوفق قواتنا المسلحة لحماية أوطاننا وأن يديم علينا جميعاً الأمن والأمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.